بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقوله لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا آذانا صاغية وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة حتى تكون هذه الكلمة سبب خلاص وبركة لكل نفس تسمعها. ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. نواصل أيها الأحباء بنعمة الله وإرشاد الروح القدس موضوعنا في مقدمة قانون الإيمان، ووصلنا إلى جزء بتاع الخاص بالمجد لك سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل وإكليل الشهداء. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن هذا الأمر، وأخذنا هناك في 4 أنواع من الأكاليل. متعودين إن إحنا بنقرأ جزء من الكتاب المقدس قبل ما إحنا بنبدأ موضوعنا، فهنقرأ النهاردة. المرة اللي فات أخذنا رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموساوس، الرسالة الثانية أصحاح 4:7-8. النهاردة بناخد الرسالة أخرى في سفر الرؤيا أصحاح 2:10. الكلام موجه إلى ملاك كنيسة سميرنا. هناخد من العدد ناخد من جزء كله بتاع ملاك كنيسة سميرنا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سفر الرؤيا لمعلمنا يوحنا اللاهوتي الإصحاح 2:8 يقول: واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع إنك غني، وتجديف القائلين أنهم يهودا وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، فوزى إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. طبعا احنا ما بناخدش تفسير للجزء اللي احنا بنقراه، ولكن بناخد المحتوى بيه والرسالة اللي بتهمنا في الموضوع بتاعنا. هنأتي للجزء ده في نهاية الموضوع لما نتكلم عن إكليل الحياة. أراجع مع بعض اللي احنا تكلمنا عنه المرة اللي فات في هذا الأمر. أمر إلهي أو طلب إلهي، المسيح بينادي كل واحد مننا أنه يكون أمينا إلى النهاية. كن أمينا إلى الموت، كن أمينا في حياتك، كن أمينا في بيتك، كن أمينا في خدمتك، في كل شيء، في كل ما أؤتمنت عليه، وتكون في الآخر فسأعطيك إكليل الحياة. الأمانة اللي بتكلم عنها قلنا ليها مكافأة، ليها مجازاة قيمة. المجازاة دي وهي إكليل حياة، زي ما شفنا في الترنيمة. الترنيمة بتقول: إن سرت معاك في صحة أو في سقام، إن سرت معاك في حرب أو في سلام، لو مشيت معاك لحد الصلب، لو مشيت معاك لحد جسماني، عندي رجاء وعندي إيمان إنه يوصلني في الآخر إلى إيه؟ وسيقودني للظفر، للغلبة، سيقودني وسيدخلني هذا المجد. هو وعده صادق وأمين. إن كنت أنا أمين في حياتي، إن كنت أمين في علاقتي معه، إن كنت أمين في حياتي الروحية وتمسكي به، ف
فهو أمين أيضا أن يكمل لي هذه البركة، إكليل الحياة. الأمر دي أعطاهون السيد المسيح عربون. إكليل الحياة هو الإكليل اللي غلب به السيد المسيح بعد أن كسر شوكة الموت بموته، وغلب الهاوية بقيامته. والنتيجة كان إيه؟ أعطانا هذه الغلبة. يعظم انتصارنا بالذي إيه؟ أحبنا، لأنه سيقودنا في إيه؟ في موكب نصرته. يبقى إذن هو وضع لينا بتاعية الطريق. هو كان أمين بالتأكيد، كان أمين إلى النهاية، لدرجة إنه في بستان جسيماني يصلي ويقول كده: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، إن شئت أن تعبر عني هذه الساعة. يقول لك إنه في الآخر يقول كده إيه: ولكن لأجل هذه الساعة أنا أتيت. يبقى مش ممكن في الآخر إن أنا أتراجع، ولا ممكن في الآخر إن أنا أطلب إنه يرفع عني هذه التجربة وهذه الآلام. لا، لتكن لا إرادتي بل إرادتك، ولا مشيئتي بل مشيئتك. كان أمينا إلى النهاية. انظروا إلى رئيس الإيمان ومكمله، الرب يسوع المسيح، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه عمل إيه؟ احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار. ليه ده كله يا رب؟ لكي ما يعطينا هذه الرسالة، لكي ما يعطينا هذه القدوة، لكي ما يكمل أمانته إلى النهاية، وبالتالي يعطينا إكليل الحياة ويكافئ كل إنسان بإكليل الحياة. إذن هو وضع لينا بداية الطريق، وأعطانا هذا المثال لكي نسلك نحن كما سلك هو، وفي النهاية يكافئ كل إنسان بإكليل الحياة. كل إنسان مين؟ من يغلب، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. قلنا في 4 أنواع من الأكاليل، الكل بتكمل بعض، والكل ممكن يأخذ الإنسان في حياته. نبدأ بأول حاجة، إكليل اللي هو الكنيسة، في أشعياء 62:3، وده تكلمنا عنه المرة اللي فات: وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف الملك. وقلنا ده بيتكلم عن مين؟ عن الكنيسة. والكنيسة هي عبارة عن إيه؟ عن جماعة المؤمنين. يبقى إذن الكنيسة اللي هي أغلى وأجمل حاجة بالنسبة ليه، اللي عروسته، اللي هي قدسها، اللي افتداها بدمه، تكونين إكليل جمال بيد الرب. يعني أروع صورة وأروع جمالا. عارفين زي عريس كده بيزين عروسته بأغلى ما عنده، وفي النهاية ماسكة بإيده. وقلنا الإكليل دايما بتحط فين؟ في الرأس. لكن هنا يقول وتكونين إكليل جمال، أنت نفسك ككنيسة إكليل بس محفوظة في يد الرب. ليه؟ عشان لا يستطيع أحد أن يخطفها من يده، لا يستطيع أحد أن يخطفها من يده، حتى ولو قامت أبواب الجحيم فلن تقوى عليها. وتفضل كنيسة المسيح هي عروسته، وتفضل كنيسة المسيح هي مشتهاه، هي المكان اللي الله يدعو كل إنسان ليه. قديس أغسطينوس يقول لنا كده عبارة كنا تكلمنا عنها قبل كده: إن لم تكن الكنيسة هي أم كل إنسان فلا يكون المسيح هو أب كل إنسان. يعني اللي يقول المسيح هو أبويا ويبعد عن بيته ويبعد عن كنيسته، والكنيسة لا تعني ليه أي شيء، بيفصل اتنين من بعض، مش يبقى إذن إنسان غير صادق في إيمانه، إنسان غير يعني أقول غير وفي، غير أمين في إيمانه. كيف تفصل المسيح عن كنيسته؟ إزاي عايز المسيح
تقول له كده أبانا الذي في السماوات، وإنت بعيد عن بيته، وإنت بعيد عن أسرار الكنيسة، وإنت بعيد عن حياة الكنيسة، وإنت بعيد عن انتمائك للكنيسة. ده عروسته، هو يقول كده، هو الرأس وهي الكنيسة. هي إيه؟ هي الجسد. إذا أصبحت الكنيسة أو أعطاها هذه المكانة وهذا الإكليل، إكليل جمال وتاج ملكي بيد الرب وفي كف إلهك، فلا يستطيع أحد أن يؤذيها ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يده. نمشي لجاء المرحلة الثانية بعد الكنيسة في إيه؟ في الرعاة، في القدام. ويقول كده، وده الإكليل الثاني، ويقول كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى 5:4: ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. وده يعطيه رب المجد يسوع للرعاة الأمناء اللي هم بيرعوا قطيع المسيح، اللي حريصين على أولاد المسيح. الرعاة اللي هو قال عنهم في كتاب رسالة معلمنا بولس الرسول، في رسالة معلمنا بولس الرسول يقيم أساقفة وكهنة ليرعوا كنيسة الله التي افتداها بدمه. أعطيكم رعاة بحسب قلبي. عشان كده كنيستنا يا أحبائي تتميز عن كل الكنائس، إنه الأب الكاهن أو الأب الأسقف أو الأب البطريرك أو حتى الخادم، يوم ما بيتعامل مع الناس، يوم ما بيتعامل مع المخدومين، لا يتعامل معهم من منطلق رئيس ومرؤوس، صاحب سلطان ومخدومين أو أناس عاديين، لا أبداً. يتعامل من منطلق إيه؟ الأبوة. وما فيش غير الأبوة والحب ما بين الراعي وما بين الرعاة، ما بين الخادم وما بين المخدومين. أيا كان من له خدمة ومن له سلطان في كنيسة المسيح، فلا ينظر إلى الآخرين أبدا من غير هذا المنظور. وآسف أقول، إذا لا سمح الله أي إنسان في موضع وفي منصب نظر إلى المخدومين بغير هذه النظرة، يحمينا ربنا، فقد هذا المجد وفقد هذه النعمة في عيون الآخرين. ليه؟ لأنه ليس الأمر هو أن يكون في مستعباد، وليس الأمر هو أن يكون في رئاسة، وليس الأمر في أن يكون فيها إذلال، بل بالعكس، ده أب، أب يحوي الكل، أب يحمل كل، أب يحمي أولاده، أب يحمي كل شعب المسيح. إذا من منطلق هذا المنطلق يعطيهم إكليل المجد الذي لا يبلى، يعطيه اللي هو الأمناء على قطيع المسيح، ينالون مجدا أبديا. يبقى دخلنا، ابتدينا بالكنيسة إكليل جمال، ندخل إلى الرعاة والخدام وكل من له سلطان أو كل من له منصب يأخذ إكليل مجد. طيب وبقية الشعب هيطلعوا فاضيين؟ بالتأكيد لا. نأخذ الآية الثالثة اللي هي قال عنها معلمنا بولس الرسول: كل إنسان مننا سواء رعاة أو سواء مخدومين، الكل مدعو والكل مطالب بشيء معين. هو إيه؟ قال عنه معلمنا بولس الرسول: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. يبقى أول إكليل، إكليل جمال، ثاني إكليل، إكليل مجد، ثالث إكليل، إكليل بر الذي يهبه لي في ذلك اليوم. يقول كده معلمنا بولس الرسول في ذلك اليوم الرب الديان العادل: ليس لي فقط، عشان ما نقولش انه ديان لباس لناس اللي هم خدام او رعاة، لا، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. لكل انسان مدعو
إلى هذه النعمة. كل إنسان مدعو إلى أن ينال هذا الإكليل، إكليل البر. يعني إيه إكليل البر؟ يعطيه الله لكل إنسان يسلك ببر المسيح. يعني إيه برضو بر المسيح؟ يقول كده في أشعياء النبي: كساني ثوب البر وأعطاني رداء الخلاص وكساني ثوب البر. يعني الإنسان دايما يحيا ببر المسيح. الإنسان عارف نفسه باستمرار إنه هو في حرب مع الشيطان ومع العالم، وباستمرار في ربما في سقوط، ولكن يوم يأتي الإنسان ويقدم توبة واعتراف، الخطية تعري الإنسان، وبعد الاعتراف يلبس الإنسان ثياب البر مرة تانية، ويجاهد الإنسان أن يحتفظ بهذا الثوب طول حياته. يعني دايما متغطي ببر المسيح، دايما عايش بنعمة المسيح، دايما محتمي في خلاص المسيح، دايما راجع للمسيح. حتى وإن سقطت أقوم، لا تشمتي بي عدوتي. إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة الرب نور لي، بس عمري ما أجلع هذا التوب، والعمر ما أتخلى عن هذا التوب. عشان كده في النهاية مع هذا الجهاد، من الجهاد يعمل يحصل إيه؟ الشيطان يريد أن ينزع مني توب البر. الإنسان الشيطان يريد أن يجردني من هذه النعمة. الشيطان يريدني أن يسقطني في الخطية ويفصلني عن الله. إنما أنا أعمل دايما إيه؟ أحتفظ بهذا الثوب، أحتفظ به وأتمسك به، تمسك بالحياة الأبدية التي أنت مدعو إليها، وفي النهاية ينال. لبس ثوب البر، يبقى إذن في النهاية ينال إيه؟ ينال إكليل البر. لمين؟ لكل إنسان يجاهد، وبقول جهادا قانونيا زي ما قال معلمنا بولس الرسول، وحناخد قصة في النهاية على هذا الأمر. لا يكلل أحد إن لم يجاهد إيه؟ إن لم يجاهد جهادا قانونيا. ده ثوب الجهاد اللي بيناله الإنسان بتاع تيموثاوس الثانية أصحاح 4 وعدد 7 و8. عشان كده يقول برضو في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي أصحاح 2 وعدد 18، يقول لنا كده: لا يخسركم أحد إيه؟ الجعالة. الجعالة يعني إيه؟ الجائزة. اوعى واحد يخليكم تخسروا الجائزة بتاعتكم، اوعى واحد يخليكم تخسروا الإكليل اللي انتم مدعوين بيه. عشان كده يقول في سفر الرؤيا 3:11: تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إيه؟ إكليلك. أنا لو عندي حاجة غالية، لو عندي حاجة ثمينة، هعمل إيه؟ هفضل سهران عليها الليل والنهار. أكيد سامعين بالسرقات اللي بتحصل، صح؟ ودايما الواحد ايه؟ طب انا عندي كده، طب انا عندي كده، ده انا بخاف اطلع مشوار وارجع الاقي البيت ايه؟ البيت اتشطب، اتنظف من ايه؟ كل الحاجات الغاليه اللي عندي راحت. عشان كده الانسان يعمل ايه؟ يعمل الارم ويعمل كاميرات ويعمل سيكيورتي، ده كله عشان ايه؟ عشان عنده شيء غالي. طيب اللي خلينا نعمل الحاجات دي كلها للاشياء الارضيه، كم وكم يكون إكليلنا السماوي؟ كم وكم يكون حياتنا الأبدية؟ تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إيه؟ لألا يأخذ أحد إكليلك. عشان كده ده إكليل البر اللي مدعو كل إنسان ياخده. وأخيرا يا أحبائي، في الآخر هيفضل الإنسان صابر على هذا الأمر؟ لو وصل الأمر بهذا الجهاد إلى أنه إلى الموت، يفضل الإنسان ماسك ومتمسك بحياته مع المسيح إلى الموت. زي مين؟ زي آبائنا الشهداء. إكليل الحياة اللي يبقى الآية الرابعة، رؤية 2:10: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يعطيه الله للإنسان الذي إيه؟ الذي يحتمل التجربة،
الإنسان الذي يتمسك بإيمانه، الإنسان اللي يجاهد لكي لا يفقد أبديته. كل دي الأمور دي يعطيها الله، يكلل الإنسان الله في النهاية بإيه؟ إكليل الحياة. بالتأكيد إكليل الحياة مقصود بها إيه؟ حياة أبدية، حياة لا تنتهي، مش حياة أرضية. إكليل حياة مقصود به حياة أبدية. الموت اللي فعله، اللي عمله آبائنا الشهداء، وبالتالي لم يستطيع الموت أن ينزع أمانتهم للمسيح. يقول كده ولم يحب، في سفر الرؤيا يقول كده ولم يحبوا حياتهم، يعني حتى حياتهم الغالية من أجل المسيح قدموها ذبيحة حية مقدسة. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يبقى إذن أربعة أكليل بقول كل إنسان مننا مدعو إليها: إكليل جمال، وأنت عضو في كنيسة المسيح مكلل بهذا الإكليل، إكليل مجد، سواء إذا كنت راعي، مش شرط تكون راعي في كنيستك، في الكنيسة، مش شرط انك تكون خادم في الكنيسة، تكون راعي على بيتك، ما اهل بيتك ده كده اما انا وبيتي فانا ايه؟ فنعبد الرب. ما دي رعاية برضو، وده قيادة لأهل البيت، لأسرة البيت، عشان يقود الكل في الآخر إلى إيه؟ إلى حياة أبدية. يبقى ينال الإنسان الإكليل الثاني، إكليل إيه؟ إكليل المجد. ويفضل الإنسان يجاهد في الحياة، ويفضل الإنسان يحفظ الإيمان، ويفضل الإنسان متمسك ويكمل هذا الطريق إلى النهاية، فينال إيه؟ فينال إكليل البر، متمسك بإكليل البر اللي دايما بيغطيه وبيستر عليه، وأخيرا في النهاية ينال إكليل الحياة اللي أعطاه المسيح لكل إنسان يغلب. وكأن السيد المسيح يا أحبائي أراد بوصيته دي إنه مفيش إنسان يستبيح بهذه العطية، دي نعمة، دي عطية مجانية. فاكرين الأسبوع اللي فات لما انجرينا عن الـ 24 قسيسا يطرحون أكاليلهم أمام الجالس على العرش ويقولوا له إيه؟ أنت المستحق. مفيش أي واحد مننا مستحق، مفيش أي واحد يستاهل هذا الإكليل. إن كنت بتدهون لينا يا رب فده من نعمتك وده من عمل روحك القدوس، إنما إحنا لا نستحق أي شيء، إحنا بنجاهد، بس أنت اللي بتعطي، أنت اللي بتكافئ، أنت اللي بتجازي كل إنسان. عشان كده بيقول كده اوعى تستهين بهذه العطية، اوعى تستبيح بهذه النعمة، اوعى تتهاون في هذا الإكليل، اوعى تكون إنسان مستبيحا زي عيسو اللي استباح وتهاون بالبكورية من أجل إيه؟ أكلة عدس. إحنا دلوقتي رافضين العدس وبنفتش على حاجات تانية. يا ريت لو نحتفظ بأكلة العدس، هنفضل صايمين على طول، مش هنفقد، ما فيش شيء هيفقدنا هذه الرحلة، رحلة الصوم ورحلة الجهاد ورحلة النصرة مع المسيح. بس احنا ممكن نستبيح على سبيل المثال زي عيسو استباح بالبركة وتهاون بالبركة من أجل إيه؟ أكل العدس. وإحنا يا أحبائي يحمينا ربنا من إحنا نتهاون بهذه الأكاليل من أجل أي شيء أرضي. سامحوني أقول حتى لو من أجل أي شيء محبب للإنسان، سواء إذا كان أكل في فترة صيام، سواء إذا كان رغبة أرضية، سواء إذا كان هدف أرضي، سواء إذا كان أي شيء مادي، سواء إذا كان أي شيء أرضي، في النهاية يحمينا ربنا أنه يبعد الإنسان
عايز أقول ويبعد الإنسان عن جهاده، يبعد الإنسان عن نظره للسماء. دايما خليك باصي للسماء، دايما خليك باصي للإكليل المعدلي اللي أعطاه الله، لأنه لربما يحمينا ربنا يأتي يوم برضو نكون زي عيسو، نطلب البركة بدموع ويحمينا ربنا لا نجدها. ما يسمح المسيح أبدا لأي إنسان مننا أحبائي أنه يفقد إكليله أو يستبيح بإكليله أو يتهاون عن إكليله. أقول له يا رب اسند ضعفي، اسند احتياجي، مهما كان إغراءات العالم، مهما كانت طلبات العالم، مهما كانت احتياجات ومشتهيات العالم، اوعى تخليني ان انا انظر اليها وافقد هذه النعمة وهذه العطية. خليني باستمرار زي ما قال كان بيقول في أرمية والايات اللي دايما بقولها عن قديسنا العظيم الأنبا أبراهام، كان دايما يصلي ويقول كده حعيدة مرة واثنين وثلاثة باستمرار حتى تكون سبب شعار لكل واحد مننا. كان يقول له كده ايه في رحلة حياته، في رحلة الجهاد، يقول له كده اسندني يا رب فأخلص، اشفيني يا رب فأشفى، توبني يا رب فأتوب. إذا التوبة هتكون معايا إمتى؟ في كل حين، في كل وقت. مش هطلب التوبة بعدينك في زمن متأخر، ويحمينا ربنا إذا لقيت أو ما لقيتهاش حتى ولو بدموع زي عيسو. لا، خلينا ماشيين بهذا الشعار، اسندني يا رب فأخلص، قويني يا رب فأنتصر، اسندني اشفيني يا رب فأشفى، توبني يا رب فأتوب. وبكذا يا أحبائي ينال الإنسان ويتمتع الإنسان بهذه الأكليل. لعلنا نسمع عن الأكاليل اللي بينالوها الشهداء. ماري جرجس مثلا أمير الشهداء نال كم إكليل؟ 7 أكاليل. ماري مينا نال كم إكليل؟ 3 أكاليل. نسمعها في المديحة بتاعته، إكليل للبتولية وإكليل للشهادة وإكليل تاني لإيه؟ الجهاد بتاعه، بالضبط كده، الجهاد بتاعه، إكليل البتولية، إكليل الجهاد بتاعه، وفي الآخر إكليل إيه؟ إكليل الاستشهاد. كل الأكاليل دي بتدخل من ضمن 4 أكاليل اللي احنا تكلمنا عليها. يعيش الإنسان وينظر الإنسان وينتظر الإنسان أن يكلل بهذه الأكاليل، بس محتاجين أن يكون لنا هذا الجهاد. أختم حتى لأن الوقت ما يسرقنا أحبائي، وهو قصة عن أحد الآباء الرهبان، والقصة دي بتقول يعني مبنية عن الآية اللي هو إن كان أحد لا يجاهد قانونيا فلا يكلن. كان هذا الراهب أخذ فترة وهو متوحد في البرية، وأصبح له شهرة كبيرة، كل الناس عارفة حياة الراهب دي وقداسته وروحانياته. بعد فترة انضم إلى أحد أديرة الأنبا بخوميوس أب الشركة الرهبانية، وصار واحد من رهبان الأنبا بخوميوس. في يوم من الأيام جل الأنبا بخوميوس وقال له كده، يا أبي أنا عايز أستشهد على اسم المسيح. الوقت دي بالذات كان السلام ابتدى يعم على الكنيسة، كان انتهى زمن الاضطهاد، زمن دقلديانوس آخر أباطرة الرومان انتهى، جاء بعده مين؟ قسطنطين الملك، واللي كانت صارت بعد كده المسيحية هي الديانة الرسمية. كان السلام انتشر. طيب، وجاء الراهب دي يقول للأنبا بخوميوس أنا برضو عايز إن أنا أستشهد. فجاء الأنبا بخوميوس قال له سيبك دلوقتي من الاستشهاد وجاهد في حياتك في الرهبنة والنسك وتمسك بهذا الأمر. جاء الراهب دي قال له لا، أنا عايز أنزل إلى العالم وعايز إن أنا أستشهد. اللي حصل إلا الأنبا بخوميوس أرسل هذا الراهب
مع بعض الإخوة عشان يجمعوا قش من إحدى الأماكن ويجيبوه للدير. أتاري كان في مجموعة من البرابرة اللي كانوا بيسطوا على الأديرة واللي هو بينهبوا وبيقتلوا الرهبان ويسرقوا كل محتويات الدير. قبض عليهم البرابرة هو والرهبان اللي معاه. اللي حصل انه ارغموه اللي هو والرهبان انهم اذا لم يشتركوا معاهم في عبادة الاوثان واذا لم يشتركوا معاهم في الاكل اللي بيندبح للاوثان النتيجة قطع الرقبة. وكان تهديد جاد مش مجرد لعب. عندك اختيار من اختيارين، يا إما تشترك معانا في العبادة وتاكل من الأكل ده، يا إما إن الأمر الثاني وهو قطع الرأس. وما كان من هذا الراهب إلا إيه؟ خاف، خاف وتراجع وقال كده لا أنا يعني مش مستعد دلوقتي إنه راسي تتقطع. وخاف وأكل معاهم وعبد الأوثان معاهم. وما كانت النتيجة؟ خلاص مدام أنت أنكرت إيمانك وعبدت الأوثان أطلقوه حرا. رجع هذا الراهب للدير بس رجع حزين. تقابل معه الأنبا بخوميوس، عرف القصة بتاعته، قال له برضو كده، ابتدى يلومه بعتاب، قال له كده برضو تتنازل عن إكليل المجد، تتنازل عن إكليل الحياة اللي عدل ليك المسيح، كنت بالساهل كده انك انت تنكر المسيح وتخسر الاكليل اللي كان معد ليك. تركوا الانبا بخوميوس لفتره ولقى هذا الراهب ابتدى فعلا من الكتر الحزن ابتدى ييأس، ابتدى ييأس انه ممكن يكون ليه رجاء. قام الانبا بخوميوس بروح الابوه اخذ هذا الراهب في حمايته مرة تانية وفي رعايته مرة تانية وقال له ما تخافش، نستطيع ان احنا نقوم مرة تانية، نستطيع ان احنا نرجع للمسيح مرة تانية. عليك انك انت تعيش بجهاد. انت رفضت في المرة الاولى انك انت تجاهد في حياة الرهبنة واصريت على الاستشهاد، الله اسهر ليك انك انت افضل ليك انك انت تجاهد في الحالة اللي انت فيها، افضل من انك انت تشتهي شهوة ممكن تضعف امامه. وده اللي حصل فعلا. واعطاه قانون رهباني، اعطاه قانون انه يجاهد بيه ويرجع بيه لحياة التوبة. تقول القصة انه هذا التراهب اطاع الانبا بخوميوس المرة دي، والمرة الاولى رفض إنه هو يطيع، مرة تانية أطاع، وبعد عشر سنين يجاهد ثم تنيح. وشهد الأنبا بخوميوس لتوبة هذا الراهب ورجوعه إلى المسيح وبره بعد جهاد دام. يعني لو وصل الإنسان إلى درجة نكران للمسيح، هل ليه لسه فرصة؟ هل لسه فرصة للتوبة وللرجوع؟ ما أجمل يا أحبائي أن يميل الإنسان إلى شهوة مقدسة زي شهوة الاستشهاد، زي شهوة الرهبنة، زي شهوة التكريس وشهوة الزواج، زواج مقدس، شهوة مقدسة برضو. بس ممكن في ناس بيشتهوا حاجات تانية. أيا كان الشهوة اللي انت اشتهيتها،
لا يتطلع الإنسان إلى هذا الأمر ويميل قلبه إلى هذه الأمور وينسى جهات حياة نفسه الروحية. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو قال إن أنا عايز أوصل للشهوة دي وللاستشهاد أو التكريس أو الرهبنة أو وهو في حد ذاته لا يجاهد قانونيا بل فاتر في حياته الروحية. يقول كده أحد الآباء: إن كان لك هذه الشهوة المقدسة لا تسعى بقوتك إليها، ولكن الله هو الذي يدعوك إن كانت إرادة الله ليك أن تنال بركة هذه الشهوة المقدسة على فم إما رعاة إما أب اعترافك إما أب المرشد، ولكن لست أنت بذاتك وحدك وبقوتك تستطيع أنك أنت تحصل على هذا الأمر. رسالة أخرى يقولها أحد الآباء: اعلم أن الانشغال بهذه الأمور هي خدعة شيطانية لتنشغل بشكلها الخارجي وتنسى جهادك الروحي. يا ممكن الشيطان يمكن إنه هو يكون في شكل إيه؟ ملاك من نور وشهوة مقدسة، لكن للأسف تنجذب ليها عشان شكلها الخارجي. أنا عايز استشهد، أنا عايز أكون واحد من يا ريتني كنت في زمن الاستشهاد، مش كده في ناس كانوا بيقولوا كده؟ يا ريتنا لو كنا في زمن الاستشهاد. طب السؤال: يا ترى كنت هتحتمل وكنت هتحافظ على إيمانك لدرجة الاستشهاد، ولا كنت هتتراجع مثل هذا الراهب؟ يبقى اوعى تنشغل بهذه الأمور بسبب شكلها الخارجي، لأنها قد تكون خدعة شيطانية وتنسى جهادك الروحي. عشان كده كن مطيعا، يكمل هذا الأب الرسالة، كن مطيعا لأب اعترافك ملتزما بقانونك الروحي وتداريبك الروحية فتنال خلاص نفسك. إذن مدعو كل إنسان يا أحبائي لحياة روحية وجهاد روحي يتمسك فيه بإرشاد من أب اعترافه وليس من نفسه، حتى إيه؟ حتى برضو لا يخدع الشيطان، لا نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي. يبقى إذن كنشان كده بقول كنيستنا حلوة، فيها أبوة، فيها رعاية، فيها حنان، فيها عطف، فيها قيادة، فيها رعاية في الآخر. عشان كده كل إنسان لابد أن يكون ليه أب اعتراف بحياة بإرشاد وتدريب، وبالتالي يصل الإنسان في جهاد روحي مقدس ومكلل بالنهاية بإكني الحياة. وزي ما قلت في هذا الأمر إنه هذا الراهب في النهاية أطاع وقدم التوبة وبجهاده تنيح، وبالتالي شهد ليه أبوه الروحي القديس الأنبا بخميس. الله يعطينا أحبائي اللي دعانا إلى هذه الدعوة، اللي دعانا إلى هذا المجد، اللي وعدنا بهذه الأكاليل، هو الذي يقودنا في موكب نصرته، هو اللي يمسك بإيدينا في طريق غربتنا في هذا العالم لكي ما نصل إلى بر الأمان، لكي ما نصل إلى هذا المكان اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول: ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. ليبارك الله في هذه الكلمات يا أحبائي ويعطينا ثبات في حياتنا الروحية، ثبات في إيماننا، لكي ما يكون لنا هذه الجعالة، يكون لنا هذه الجائزة، يكون لنا هذه المكافأة، إكليل المجد الذي لا يبلى، إكليل الجمال، إكليل البر، إكليل الحياة، يعطيها الله لكل الذين يحبون اسمه القدوس، له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. أمين. تفضلوا نصلي أحبائي. جلس في حضرة حبيبي أحلى من قصر الملوك، لو رأى المؤمن جماله لا هتف حزني
شاهي مجد باهي حل شاهي لا ينتهي يا ناي لا ينتهي يا ناي دخلت باب المدينة يا محل وأورشليم أنوار المسيح تسطع في وجوه المفديين مجد باهي حلون شاي مجد باهي حلون شاي لا ينتهي يا ناي لا ينتهي ناي بالموسيقى استقبلوني على رأسهم يسوع وللمجد أدخلوني حيث لا تزرف دموع مجد باهي حلون شاي مجد باهي حلون شاي لا ينتهي يا هناي لا ينتهي يا هناي أدخل السماء واتمشى على حساب يسوع البار حيث لا يوجد ظلام بل هناك دوما نهار مجد باهي حلون شاي مجد باهي حلون شاي لا ينتهي يا ناي لا ينتهي يا هناي هناك لا توجد خطية لا عالم ولا شيطان نستريح في الأبدية يا محل ويا كنعان مجد باهي حلون شاي مجد باهي حلون شاي لا ينتهي يا ناي لا ينتهي يا ناي نفسي أحظى بجوارك يا حبيبي يا يسوع تنسيني آلام الغربة وتجفف لي الدموع مجد باهي حلون شاي مجد باهي حلون شاي لا ينتهي يا ناي لا ينتهي يا ناي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
إلهنا الطيب الحنان أبونا السماوي، ملكنا ومخلصنا وفادينا، وبارئ نفوسنا ومكللنا وقائدنا في هذه الغربة، في هذا العالم، في هذه الرحلة، رحلة الأمجاد السماوية، رحلة الملكوت، ليست فقط في هذه الفترة فترة الصوم، ولكن طول أيام غربتنا في هذا العالم، وإحنا حاطين نفسنا يا رب أننا غرباء في هذا العالم، وإننا ناظرين إليك، وإننا ناظرين إلى هذا المجد الذي أعددته للذين يحبون اسمك القدوس، ليس من أجل أي بر ولا صلاح فعلناه، وليس من أعمال صالحة يا رب نفتخر بها، بل كل من عمل نعمتك وروحك القدوس. إن كان فينا أي شيء نستطيع أن نقول أو حتى أن يقال فهو من نعمتك يا رب، كما قال معلمنا بولس الرسول: أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة معي وهي ليست باطلة. يا رب بنشكرك لأنك في كل مرة بترفع قلوبنا يا رب، وبتفتح أسهاننا إلى ما قال عنه معلمنا بولس الرسول: ما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله للذين يحبون اسمك القدوس. يا رب مشتاقين إن احنا نكون معاك، قبل ما احنا نكون مشتاقين ان احنا نكون في المكان دي، مشتاقين ان احنا نكون معاك جلسة في حضرة حبيبي، احلى من قصر الملوك، لو رأى المؤمن جماله لهتف خذني ارجوك. احنا النهاردة بنقول لك كمل لينا ايام غربتنا واحنا مشتاقين. الامر اللي قال عنه معلمنا بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن نبقى في الجسد فلتكن إرادتك ولتكن مشيئتك. لكن لا شدة، لا ضيق، لا أمور حاضرة، لا أمور مستقبلية تستطيع أن تفصلنا عن محبتك يا رب، ولا أي شيء يستطيع أن هو يزعزع إيماننا. ثبتنا يا رب، ثبتنا في هذا الإيمان، ثبتنا في هذه النعمة التي نحن مقيمين فيها. أنت قلت لتلاميذك كده يا رب، قلت لمعلمنا بطرس الرسول: أن الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، فاسهب وثبت إخوتك. كلنا محتاجين يا رب إنك أنت تحوط علينا. إبليس يجول كأسد زائر، ملتمس من يبتلع يا رب، ملتمس من يبعد أي إنسان عنك يا رب، عن حظيرة خرافك، عن هذا المجد، عن هذه الأكاليل اللي أنت أعددتها للذين يحبون اسمك. ثبتنا يا رب، وامسك بينا، امسك حوط حوالينا يا رب، اوعى تسيبنا يا رب. احنا محتاجين ليك يا رب، احنا ماسكين فيك، وبإيماننا بنقول لك يا رب نؤمن يا رب فأعن ضعف إيماننا، نؤمن يا رب أنك أنت قادر على كل شيء ولا يعسر عليك أمر، نؤمن أنك أحببتنا محبة أبدية، أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، نؤمن أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، نؤمن أنك صادق وأمين يا رب، وإن كان الإنسان كاذبا لكن تبقى أنت أمين، وإن كنا غير أمناء وإن كنا ضعفاء وإن كان جهادنا غير قانوني، النهاردة يا رب بنقول لك جدد روحك القدوس فينا ليكون إيماننا ناظر إليك، ليكون حياتنا مكرسة ليك، ليكون جهادنا مكلل بنعمتك ومسنود بقوتك وبروحك القدوس يا رب. النهاردة بنقول لك يا رب ما تسمحش أي واحد مننا أنه يخسر إكليله، ما تسمحش أي واحد مننا أنه إبليس يأخذ منه إكليله، ما تسمحش أنه العالم أو الجسد أو أي أمور
أرضية تستطيع أن هي تخسرنا هذه الجعالة، هذه الجائزة يا رب. لكن خلينا دايما بنقول لك إحنا محتاجين ليك، إحنا مسكين فيك، إحنا نؤمن يا رب، فأعن ضعف إيماننا. كل إنسان يا رب في شدة، كل إنسان في ضيقة، كل إنسان في تجربة، كل إنسان مقيد بقيود إبليس أو قيود العالم، اليوم يا رب قادر أن تحرر الكل. اليوم قادر أن تبعث بنهضة روحية في كنيستك يا رب، في وسط شعبك يا رب، في كل كنيسة، في وسط كل مكان، في وسط المحرومين، في وسط المقيدين، في وسط المسجونين، ليس فقط جسديا بل روحيا. النهاردة بنقول لك امسك بإيدينا، حررنا يا رب، حررنا بصليبك وبقيامتك، فلا نكون مستعبدين بعد للخطية، ولا نعود يا رب مرة أخرى إلى الخرنوب اللي كانت تشتهيه وتأكل الخنازير، لكن نصير يا رب أولادك، أولاد ملك الملوك ورب الأرباب. نعود يا ربي إلى مكاننا. ألا تعود فتحيي هذه العظام؟ تستطيع يا رب، تستطيع حتى مثل هذا الراهب، حتى لو وصلنا زي هذا الراهب اللي عبد الأوثان وأنكرك يا رب، ما تسمحش أبدا إن أي واحد مننا يكون في مثل هذا الموقف، أو يضعف أو يتنازل أو يتخلى يا رب، بل لكن خلينا دايما متمسكين، تمسك بالحياة الأبدية اللي احنا مدعوين إليها يا رب. النهاردة بنقول لك تعال يا ربي، وابعث بنهضة روحية في وسط شعبك وكنيستك، حرك القلوب، فجر البركان، ارسل نهضة بروحك القدوس يا رب ليفسع الكل ويطلبك الكل بكل قلوبنا، لأن قريب يا رب من كل نفس، قريب من كل إنسان، حتى وإن رحنا رفضنا، حتى وإن احنا بعدنا، أنت ما زلت يا رب تحوط علينا وتحصرنا بمحبتك الإلهية. تعال يا رب اليوم، تعال يا رب واشرق بنورك يا رب في القلوب اللي لسه ما عرفتك يا رب، في القلوب اللي عايزة تطلب ومش قادرة، في القلوب اللي محتاجة وشعر نفسها إن هي يأسة يا رب وما عندهاش أي أمل. اليوم يا رب تجدد عملك وتجدد روحك القدوس، قلبا نقيا اخلقه فيا وفينا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي وفي أحشائنا جميعا، ليكن اليوم يوم خلاص يا رب، وليكن اليوم يوم سبب بركة لكل نفس، ليكن اليوم يوم انتفاضة روحية، ليكن اليوم يوم خلاص لكل نفس، ليكن اليوم يوم رجوع لكل نفس، ليكن اليوم يوم انتباه لكل نفس، حتى لا يسرق منا إكليلة ولا تفقد إكليلة، وحتى لا نكون سعينا سعي باطل يا رب، ولكن نمسك بيك ونجاهد، وبقوتك وبنعمتك نستطيع أن نحيا ليك ومعاك وفيك إلى الأبد يا رب. تمم وعدك، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وإحنا يا رب محتاجين هذه الأمانة في حياتنا وفي قلوبنا يا رب، محتاجين إن إحنا نحيا بهذه الوصية، محتاجين إن إحنا نغلب، وإحنا واثقين إن فيك ومعاك نستطيع أن نغلب. أنت اللي أعطيتنا السلطان إن إحنا ندوس الحياة والعقارب وكل قوة عدو. أنت تعرف جبلتنا، أنت تعلم أننا تراب نحن، من هو الإنسان حتى تفتقده، أو ابن الإنسان حتى تذكره يا رب. بكر الإنسان مائل إلى الشر منذ صباه، ولكن من أجل محبتك ومن أجل نعمتك أتيت يا رب. هكذا أحب الله العالم، ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. اسندنا يا رب، كمل عمل نعمتك وقوة روحك القدوس في حياتنا وفي غربتنا، فيفوز الكل بهذه الأكاليل المعدة.
للذين يحبون اسمك القدوس يا رب. بارك كل نفس ماسلة أمامك، بارك كل نفس محتاجة إليك، بارك كل نفس تسمع لصوتك وتشرق بقلب بنعمتك في قلوبها. احفظنا في نعمتك، قدسنا في حقك، باركنا بكل بركة روحية تجدنا في احتياج إليها يا رب. اجعلنا يا رب مستحقين أن نكون شهود حقيقيين لمجد اسمك القدوس، ليس من أجل افتخار ولا من أجل أي شيء صالح فينا، وما نحن إلا عبيد بطالون يا رب، ولكن ما نحن إلا أمناء محتاجين أن تكمل حياتنا بهذه الأمانة اللي سلمتها لكل واحد منا يا رب. من أجل خاطر دمك وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم، قديس العظيم الأنبا أبراهام، كل مصاف قديسي، وبركة هذا الصوم المقدس الذي لك يا مخلصنا الصالح، اجعلنا مستحقين يا رب أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. تعيشوا وتصلوا جميعا الآن محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم جميعا.